أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هنا إشارة للسحب الماطرة بكميات كافية لتغذية المياه الجوفية والسدود، حيث يوجد نوعان مهمان يصنفان تحت هذا النوع من السحب، هما أولا سحب الطبق المزني، هذا النوع من السحب الممطرة ذات لون رمادي أو رمادي قاتم، وتظهر على شكل طبقة متسعة الرقعة تغطي جزءا كبيرا من السماء، وهي سحب سميكة متجانسة مما يجعلها تحجب قرص الشمس والقمر، وهي في العادة غيوم مصاحبة للمنخفضات الجوية، وبالتالي فإن الأمطار الناتجة عنها تغطي مساحة واسعة ولفترة طويلة نسبيا فتغذي المياه الجوفية والسدود. اثنين، سحب الركام المزني، وهي سحب ذات نمو رأسي كبير وتظهر على شكل كتل أو قطع منفصلة من السحب الضخمة الكثيفة التي تبدو كالقلاع الشامخة، وقد تتصل هذه الكتل مع بعضها البعض فتظهر السحب في هذه الحالة على شكل الحائط الكبير، وينتج عنها أمطار على شكل زخات وبرد وبرق ورعد، فتنزل كميات كبيرة من الأمطار في فترة زمنية قليلة فتغذي المياه الجوفية والسدود، وهي مصاحبة للجبهات الهوائية وحالات عدم الاستقرار الجوي.